أستطيع أن أقول بثقة وافتخار واعتزاز أن الشعب الفلسطيني أعاد القضية الفلسطينية لتكون على جدول أعمال المجتمع الدولي. هذا انتصار لوحدة الشعب الفلسطيني من أبناء غزة والقدس والضفة الغربية وأبناؤنا في 48. الشعب الفلسطيني امتلك زمام المبادرة بدون قيادته ولم يستأذن أحدا، هب هبته في القدس فتضامنت معه غزة واندفعت باتجاهه الضفة الغربية، ثم كانت تاج هذا العمل أن أبنائنا في 48 زحفوا زحفا لحماية المسجد الأقصى للتضامن مع أبنائنا في القدس. وبالتالي هذه اللوحة الجميلة التي رسمها الشعب الفلسطيني بتضحياته وشهدائه وجرحاه وكل هذا الذي شاهدناه من أعمال بطولية من قطاع غزة، جاءت لتقول أن القدس خطا أحمر معمدة بالدم الفلسطيني.